عروض غنائية ولوحات استعراضية في الرياضة وألعاب القوى. هكذا اختتم نادي القدس لرعاية الطفولة بمحلة بريك بوباري منتداه الصيفي بحضور جمع من أهالي البلدة. قمنا بهذا الحفل بإعداد مجموعة من المعارض اللي هو معرض الثقافة ومعرض الرسم ومعرض الأشغال اليدوية والنحت على الخشب. الهدف من النادي اللي هو إعداد نشئ يعتمد عليه الوطن في نفس الوقت اللي هو ملأ فراغ الأطفال في الظروف الحاصلة وأيضا لرفع معنوياتهم. افتتاح الحفل شهد معرضا شمل ثلاثة جوانب فنية أظهر فيها الأطفال معروضات متميزة ولوحات ورسوما وأعمالا ورقية ومشغولات يدوية. منح الأطفال نوع من التعليم والرقي وزرع القيم الأخلاقية ونحثهم على القراءة والمعرفة، لأن بدون معرفة لا يكتمل العلم ولا تكتمل الحياة. ونشكر جميع المقيمين على هذا المعرض، نشكر الطلبة المساهمين، ونشكر جميع المشرفين لنادي القدس لرعاية الطفولة. منذ تأسيسه في عام 2000 حمل القائمون على المنتدى مهمة إظهار جيل قادر على العطاء يتسم بالمعرفة والعلم بملء أوقات الفراغ لإعداد جيل يسهم في بناء